بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم في هذا الفيديو عن الجزء الأخير من شابتر 3 واللي بتكلم عن اللينيرايزيشن. احنا اتفقنا من بداية المساق انه كل المعادلات اللي راح نتعامل معها راح تكون ايش؟ لينير سيستم. في هذا السكشن بقولنا انه لو اعطالك نون لينير سيستم قال لك راح يطلب منك في السؤال هات لي اللينيرايزيشن سيستم من هذا السيستم النون لينير عند نقطة معينة، تمام؟ على فرض هي ان السيستم نون لينير قال لك هات لي اللينيرايزيشن عند هذا النقطة، بتروح بتعمل ايش؟ مماس عند هذا النقطة وبتجيب معادلة هذا الخط المماس، وبالتالي بتكون هي ايش عندنا؟ معادلة اللينيرايزيشن. في الكنترول عندنا هنا هاي المعادلات بشكل عام، تمام؟ دلتا اكس برايم اي ستار دلتا اكس بي ستار دلتا اور، طبعا ايش هجيب اي ستار؟ ايش معادلة الاي ستار؟ هي دلتا اف واحد على دلتا اكس واحد، عندنا من نعرف من وين جبنا اف واحد، تمام؟ مهم هاي المعادلة عندنا مع السؤال بتبين اكتر. اللي بدي اياك تعرفه هنا انه بي برايم تعتمد على ايش؟ عدد الانبوت، يعني اذا كان عندنا 1 انبوت بكون عندنا ايش؟ عبارة عن عمود واحد، اذا كانت 2 انبوت بتكون عبارة عن ايش؟ عمودين، تمام؟ في شغلة تانية بكون معطي لك ايش قيمة هي؟ اكس نود. اكس نود هي ايش؟ الستيت فاريبل، يعني اكس واحد او اكس اثنين حسب حجم المصفوفة، اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة بكون معطي لك ايش قيمه. والار نود هذا ايش؟ الانبوت، برضه بكون معطي لك اياها. هنا هي امثلة على معادلات النون لينير سيستم. اكس واحد يساوي اكس اثنين تربيع، تمام؟ هذا اكس اثنين تربيع عارفين انه احنا كيف شكلها، وبالتالي بتخلي لنا اكس واحد برايم نون لينير. هاي هنا مثال ثاني، اكس اثنين برايم يساوي اكس واحد زائد ار اوف تي. ار ممكن تكون كوزاين ساين، تمام؟ اكسبوننشال اشياء زي هيك. اكس ثلاثة تربيع بده يساوي كوزاين اثنين في ايش؟ في الاكس واحد. طبعا هذا عارفين احنا شكل الكوزاين نون لينير، تمام؟ هاي مثال عندنا اكس واحد يساوي اكس اثنين، اكس اثنين برايم يساوي ناقص اكس واحد في اكس اثنين ناقص اكس اثنين في يو. طبعا احنا عرفنا ان اللينير بما انه ضرب لنا ناقص اكس واحد في اكس اثنين، عارفين انه هذا الشكل بيطلع لنا ايش؟ نون لينير سيستم. قال لك find the linearized model when x نود يساوي x واحد زيرو، يعني x واحد بده يساوي واحد، x اثنين بده يساوي زيرو، يو نود بده يساوي ايش؟ زيرو. أول شغلة بروح بعملها بسوي السطر الأول بأف واحد، السطر الثاني بأف اثنين. شغلة ثانية، كم انبوت عندنا؟ انبوت واحد، وبالتالي معادلة البي راح تكون عبارة عن ايش؟ عن عمود واحد، تمام؟ الآن نيجي حسب القانون العام اللي كنا شفناه فوق، اي ستار ايش حيكون؟ مشتقة السطر الأول بالنسبة لإكس واحد، مشتقة السطر الأول بالنسبة لإكس اثنين، تمام؟ مشتقة السطر الثاني بالنسبة لإكس واحد، مشتقة السطر الثاني بالنسبة لإكس اثنين. كيف عرفنا حجم الاي ستار إنه اثنين باثنين؟ قلنا من خلال عدد ايش؟ الستيت فاريبل. بما إن عندنا تو ستيت فاريبل، وبالتالي حجم اللي هي مصفوفة الاي برايم هتكون ايش؟ اثنين في اثنين. الآن نيجي نشتق السطر الأول بالنسبة لإكس واحد، هيكون ايش عبارة عن؟ زيرو. هنا حنحط زيرو. بعدين اشتق السطر الثاني بالنسبة لإكس اثنين حيكون ايش؟ واحد. بعدين اشتق السطر الثاني بالنسبة لإكس واحد ايش حيكون هنا؟ ناقص إكس اثنين بس ناقص إكس اثنين، وإكس اثنين بلاحظوا انه ايش؟ زيرو. تالي هنا حتكون ايش؟ زيرو. بعدين اشتق السطر الثاني بالنسبة لإيش؟ إكس اثنين، حيكون ايش عبارة عندك؟ ناقص إكس واحد ناقص واحد، إكس واحد هي ايش؟ واحد، وبالتالي حتكون ناقص واحد ناقص واحد، يعني حتساوي سالب اثنين. حنحط هنا ايش؟ سالب اثنين. هيك احنا ايش جبنا نكون معادلة اللي هي ايش؟ او مصفوفة الاي ستار. البي ستار بدك تشتق السطر الاول بالنسبة للانبوت واحد، وبعدين بدك تشتق السطر الثاني بالنسبة ايش؟ للانبوت واحد. لما تشتق هذا السطر الواحد بالنسبة ليو حيكون زيرو، اشتق هذا السطر بالنسبة ليو حيكون هذا البار زيرو، هذا زيرو، هذا ايش؟ واحد. وبالتالي حتكون عندك ايش؟ زيرو وواحد.
ومنهم ايش بتروح بتكتب المعادلات تبعونا، تمام، بطلع عندنا اكس واحد برايم يساوي اكس اتنين، اكس اتنين برايم يساوي سالب اتنين اكس اتنين زائد ايش يو، تمام. هيك بيضل عندنا مثال واحد موجود في التلخيص زي ما احنا شايفينه، يعطيلك معادلة واي دبل برايم زائد بوينت واحد واي برايم زائد ساين واي اوف تي يساوي يو اوف تي. احنا مش هنحلوا هذا السؤال، بس الفكرة تبعته حقولكم اياها، انه بقول مجرد ما تشوف السؤال على الشكل هذا، حط اكس واحد بيساوي واي، اكس اتنين يساوي واي ايش برايم، بما انه بيساوي واي برايم، وبالتالي ايش حيساوي من المعادلة اللي فوقها اكس واحد برايم، تمام. هنكتبها هي هنا اف واحد. الان عندنا هنا هنيجي نعوض المعادلة هذه بدلالة اكس واحد واكس اتنين، حتكون ايش هذا عبارة عن اكس اتنين برايم زائد بوينت واحد اكس اتنين زائد ساين الايش الاكس واحد يساوي يو في تي، ومنها بتجيب ايش معادلة الاكس اتنين برايم، وبتبدأ تسميهم اف واحد اف اتنين، وبتبدأ تشتغل ايش الشغل اللي توه اشتغلناه. هيك بنكون خلص هذا الشابتر، وإن شاء الله نشوفكم على خير في الشابتر الثاني، وشكراً.